خطر أفزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أنعم؟ وفي رواية قال: كيف أهنأ؟ وقد التقم صاحب القرن القرن إسرافيل عليه السلام، الملك الموكل بالصور، والصور قرن مثل البوق، كان يتخذ سابقا للدلالة على بداية الحرب ولتجميع الجيوش للحرب. التقم صاحب القرن القرن إسرافيل عليه السلام وحنى جبهته وشخص بصره نحو العرش وأطرق سمعه ينتظر متى يؤمر. ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن قال في 10 مواضع تحدث عن الصور: ويوم ينفخ في الصور فإذا نفخ في الصور، في 10 مواضع يخبرنا أن الأجل قد اقترب. بالنفخ في الصور يخرب نظام هذا الكون، تتشقق السماء وتصطدم الكواكب وتتفجر البحار وتتحول إلى براكين. هذه الدنيا التي نعرفها تزول، هذه المباني تتهدم، هذه الجسور تتحطم، هذه القبور تتبعثر. هذا النظام وهذا الكون يتغير، فلا الأرض أرض ولا السماء سماء، حتى البشر سيتغيرون. ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً.